تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة اتصالات هاتفية من عدد من زعماء الدول العربية والإسلامية للاطمئنان على صحته، وكان من بين هؤلاء الزعماء الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط. واطمأن الرؤساء من خلال الاتصالات الهاتفية على صحة الرئيس عباس، متمنين له موفور الصحة والعافية، ومتمنين للشعب الفلسطيني بأكمله تحقيق حريته واستقلاله. من جانبه شكر الرئيس عباس من الرؤساء والزعماء الذين اطمأنوا على صحته معتبرها لفتة أخوية كريمة.